تحت رعاية مدير عام مدارس اللاتين قدس الأب فراس نصراوين، نظمت الإدارة العامة لمدارس اللاتين نشاطاً خاصاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في مدرسة دير اللاتين بالأشرفية، حيث التأمت 10 مدارس في مناطق السلط، المصدار، تلاعي العلي، جبيهة والهاشم الشمالي والفحيص العلالي والزرقاء الشمالي والزرقاء الجنوبي والأشرفية في مسابقة عيد الميلاد لعام 2023 لصنع شجرة الميلاد والمغارة باستخدام مواد طبيعية بعد إعادة تدويرها لتشكيل منتج مميز وبكلفة بسيطة. وقد فازت بالمراكز الثلاثة حسب قرار لجنة التحكيم المكونة من السادة زهراب المصور الخاص لجلالة المغفور له الملك الحسين والفنان التشكيلي أنور حدادين، كل من مدرسة لاتين الأشرفية بالمركز الأول ومدرسة اللاتين جبيهة بالمركز الثاني ومدرسة اللاتين الزرقاء الشمالي بالمركز الثالث. حضر المسابقة قدس الأب سليمان شوباش راعي كنيسة يسوع الملك المصدار والسيدة سمر سميرات المديرة التنفيذية في مدارس اللاتين ومديرة مدرسة اللاتين الأشرفية السيدة نادي عماري والسيد رائد حداد مسؤول الأنشطة في مدارس اللاتين. وقد حملت المسابقة عنوان اصنع شجرة مع مغارة الميلاد.